تنتصب على الضفة اليسرى لوادي أم الربيع مدينة أزمور على مقربة من البيضاء والجديدة وبمؤهلات طبيعية وتاريخ عريق، كلها عوامل مبشرة، لكنها لم تشفع لأزمور لتتبوأ مكانتها كوجهة سياحية لتظل مدينة عبور فقط. ركود سياحي مرتبط في جزء منه بقلة بنيات الاستقبال وكاد التلوث على مستوى نهر أم الربيع. نتابع رابورتاج حسن لحبتي. أزمور قلعة برتغالية تتربع على ملتقى نهر أم الربيع والمحيط الأطلسي، موقع لم يشفع لها لأن تكون وجهة سياحية بامتياز. أزمور وي ما عمرني ما مشيت لها، واخا قريبة لينا ما عمرني ما مشيت لها، ما نكذبش عليك، غير كندوزو منها غير الطريق وصافي فاش كنكونوا جايين مثلا الجديدة هنا ولا. كاين البحر، كاين الغابة، كاين واد أم الربيع. للأسف الشديد هنا ملي كنقول واد أم الربيع اللي راه كيعاني من تلوث بيئي خطير. مدينة ساحرة تتميز بعرقة تاريخها وتنوع الروافد المغذية للثقافة المحلية، تنقصها اللمسة السحرية للتسويق السياحي. حوايج كاين مآثير هنا اللي يعني تاريخية وسميتش كيقول ليه، ولكن المشكل هو في التجديد، يرموا هذا الشيء ويحاولوا سميتو يعني باش. كانت عملية الترميم ديال الأسوار. كانت عملية الترميم ولكن ماشي ب يعني بالوجه المطلوب. قوارب النقل السياحي التي تنقلك في رحلة عبر التاريخ والجغرافيا تعاني من ركود كبير نتيجة تلوث نهر أم الربيع بسبب مقذوفات قنوات الصرف الصحي وحرق المطرح العمومي في واضحة النهر. ناشدوا المسؤولين أن يشوفوا من جهة هذا النهر لأنه هو المتنفس الوحيد، هو اللي كيشجع السياحة بمدينة أزمور. دابا حاليا ولات الروائح كارهة كتطلع حتى للمدينة، حنا كنتمناو من هاد الناس المسؤولين أنهم يشوفوا بعين الاعتبار هاد من جهة هاد المدينة ومن هاد النهر. مسعي ينتاب يوسف حتفي مسير دار للضيافة، نشاط المؤسسة مرتبط بحجوزات الزبناء من حين لآخر. بناية تلخص جانبا من التراث العمراني والحضاري لأزمور. ركود سياحي يرتبط كذلك بضعف بنيات الاستقبال. مدينة أزمور فيها ثلاثة رياضات بطاقة استيعابية ديال 50 سرير، وهذا شيء غير كافي بالنسبة للمدينة لاستقطاب السياح والأجانب والمغاربة. خاص أنشطة ثقافية، خاص ندوات والترويج السياحي يكون على الصعيد الوطني والعالمي. أهم نشاط تعرفه أزمور المهرجان الدولي للملحون، لكن المدينة تنتظر اليوم انتهاء أشغال بناء محطة تصفية المياه العادمة لوضع حد لتلوث نهر أم الربيع حتى تدب الحركة من جديد في واحد من أطول الأنهار بالمغرب.